بيكم في حلقة جديدة من عمال إيديا. النهاردة هنعمل مع بعض فتة الشاورما بالحمص، وهنعمل سلطة البنجر. نطلع فاصل ونبدأ مع بعض. نبدأ مع بعض بأول وصفة معانا، وهي هتكون فتة الشاورما. أول حاجة هتكون فراخ صدور متقطعة شرايح، عندنا بصل شرايح، طماطم، بقدونس، وعندنا الحمص. الحمص هتجيبوه يا إما العلب يا إما هيكون منقوع ومتقشر. وعندنا للصوص بقى والتتبيلة عندنا العيش. العيش هنحمره أو هنحمصه اللي انتوا بتحبوه، ده اللي هتعملوه. في ناس بتحب تحمص العيش وفي ناس بتحب تحمره. ده متحمر، حابين تحمصوه في حابين تحمصوه في الفرن حمصوه في الفرن، مفيش مشكله. عندنا الصوص هيكون الزبادي، معانا المايونيز، الطحينه، ليمون وتوم والملح والفلفل. وممكن يعني انا عاملاه بالليمون، ممكن تعملوه بالخل لو مفيش ليمون. اوكي. وبعدين بقى نتبل الشاورما بقى بالبهارات الحلوه اللي معانا. عندنا هنا البابريكا والشطه، الاثنين معمولين على بعض، وعندنا خلطه البهارات بتاعه الفراخ. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اشوح الفراخ. هحط بقى شويه زيت على ما يسخن الفراخ. الفته بتاعه الشاورما بتبقى حلوه جدا، وبالذات لما نضيف معاها بقى الخضروات اللي احنا ضايفينها، هتعجبكم جدا جدا اهو، وتعمل طعم لذيذ. وكمان الفتة زي ما اتفقنا احنا في المصيف وفي الصيف بنبقى حابين دايما نعمل الاكلات السهلة السريعة الخفيفة شوية، يعني الشوي مع الخضروات، الحاجات دي بتبقى سهلة جدا في المصيف. وهتلاقوا الناس بتحب تاكل دايما الاكل ده، وبتأكل في العزومات او في العدد. يعني بنحمر العيش، عندنا عيش بلدي، عيش شامي، عيش لبناني، الثلاثة ما فيش مشكلة فيهم. وهنحمرهم وهيتفرد جامد. حابين تحطوا تحت الرز، في ناس بتعمل رز ابيض وبتحطه، بس صراحه انا ما بعملوش بالرز، بعملها بالعيش من غير الرز. ممكن تحطوا الرز الابيض فوقه العيش اللي انتم محمصينه او محمرينه، وفوقه بقى الفراخ، فوقه ممكن تحطوا البتنجان بلح مفروم. احنا عملناها طبعا في الاول بقى، دي من اوائل الحلقات يعني اللي عملناها، برده ممكن تخشوا تشوفوا الوصفه بتاعتها، حلوه جدا جدا وهتعجبكم. وعلى الوش بقى الخضره والصنوبر كده، بيبقى طعمه روعه. عندي هنا بدا يقدح، هبدا انزل الفراخ اهو. هتجيبوا الفراخ، الفراخ لو بتعمل لوحدها مش هتاكل عدد، انما احنا هنعملها بالفته، فته الشاورما، علشان ناكل بقى عدد كبير والطعم يبقى حلو جدا. ممكن نعمل الفراخ مع الخضره، وممكن نعملهم كل واحد لوحده. انا بصراحه هعمل كل واحد على نار لوحده اهو. هنزل بقى هنا، تبقى مشطشطه وحلوه، اللي مش عايزها مشطشطه مش لازم يحط شطة خالص كده. عندنا هنا هي البهارات، اعيد تاني البهارات عشان اللي ما سمعش. هنحط الفلفل، عندنا ملح، فلفل، وايه بهارات الفراخ. يلا، وحاطين ثوم. يلا كله يتقلب مع بعضه عشان كله يجي عليه. سهلة جميلة وحلوة جدا اهو، وفي العزومات بتكون حلوة، وهتلاقوا الناس بتحبها اهو. ممكن برضو تعملوها بالوراك، مفيش مشكلة. لو حابين تعملوا بالوراك برضو مفيش مشكلة كده. هحط بقى هنا الزيت عشان اشوح برضو الخضرة اهو. نقلب بقى مع بعض كده حلو، وتقطع تقطيع حلوه، ونبقى محضرين. اقول لكم برضو على يعني افكار لذيذه للسفر، بما اننا في الصيف والناس كلها بتحب دلوقتي تروح المصيف، فممكن نتعب شويه مثلا لمده كام يوم،
علشان بقيه المصيف الاسبوع ولا الاسبوعين اللي انتوا هتبقوا قاعدينهم تبقوا ايه، تبقوا مرتاحين جدا في موضوع الاكل. يعني هتبقوا هنجيب مثلا كيلو الفراخ هنقسمه، هنقطع شويه الترانشات بتاعتنا او الشرايح علشان نعمل الشاورما، هنجيب الخضره نغسلها كويس جدا، نبدا نخرطها ونحطها في كيس ونقفل عليها كويس. عندنا بقيه النص التاني بقى من الكيلو هنقوم عاملين اهو، بصوا بدات تعمل ايه، هنقوم عاملينه تتبيله. ممكن تتبلوه مثلا بانيه، ممكن تتبل بقى بالبيض والبقسماط وتحطوا عليه شويه دقيق، ممكن تحطوا معاه جبنه مبشوره على الدقيق، ممكن تحطوا كمان معاه، طبعا دي اللي انا بعملها دايما وبقول لكم بتدي اضافه هايله 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 للبانيه بتاعنا، ان انا بقوم حاطه كاري باودر، يعني بهارات الكاري اهو. تعالوا بقى ايه نحط كده ونحليها بشويه من ده. وهنا عندنا الشاورما بتحلى ايه بالخضره اللي بتتحط معاها اهو كده، الريحه حلوه يا جماعه جدا جدا. ودايما الشوي بيبقى هو ده المطلوب في ايه، في الموسم بتاع الصيف بالذات، موسم المصيف بيحب الشوي اهو. بصوا بقى انا ايه، بس ده يحمر كده مني شويه البصله عشان ايه اقوم حطاها هنا مع الفراخ اهو، وهضيف عليه الطماطم برضو. بصوا بقى كده اهي عملت صوص لذيذ جدا. وانتوا بقى بتقلبوا لازم ندوق، عايزين دايما ندوق الحاجه علشان ايه نبقى عارفين، كل ما هي تيجي تستوي هتلاقوها بتختلف. تعالوا بقى ننزل معانا هنا ايه العيش، ينزل كده نفرشه طبق يبقى كبير وحلو. تعالوا بقى ايه نعمل الصوص بتاعنا هنا على ما ايه الخضره تتعمل. يلا بينا هناخد معلقتين مايونيز، تجيبوا الباكيتات الصغيره من المايونيز حلوه جدا وسعرها جميل اهو. وعندنا طحينه هنحط معلقه طحينه اهو، هنحط معلقه ليمون هنقلب كويس جدا، وايه هديها بقى معلقه ثوم والملح طبعا اهو. يلا بينا اكله حلوه تعجبكم وهتعجب الناس لو انتوا عازمين اي حد، دي دايما من الاكلات المفضله للناس اهو، لان هي زمان لما كنت بروح وانا صغيره معزومه عند اصحاب اهلي احب دايما اكل الفته بالذات. يلا تعالوا بقى كده، عندنا الفراخ جاهزه وعندنا البصله دبلت وبقت حلوه جدا جدا، هندي بقى الطماطم كمان شويه كده وايه نقوم حاطين. وبرده يا جماعه الفته، فته الزبادي، لما اللحمه او الفراخ او البروتين اللي احنا حاطينه بيبقى فيه شويه صوص بتبقى حلوه جدا على العيش، ولما بنحط عليها بقى خليط اللي هو الزبادي. والناس اللي مش بتاكل زبادي لما تيجوا تاكلوا او تدوقوا الزبادي ده مش هتحسوا بطعم الزبادي، يعني شبه التوميه شويه بس على اخف كتير كتير كتير، فبتطلع حلوه جدا وبتبقى روعه بصراحه. يلا تعالوا بقى هنا كده ايه هنحطهم على بعض. بصوا الخضره كمان من الحاجات الحلوه جدا في الاكل، وبتكبر الطبق جدا جدا جدا، فبيبقى طبق غني وحلو وكبير ياكل وايه وشكله حلو. بصوا الالوان الجميله بقى اللي معانا هنا والريحه الحلوه، واحنا بقى هنغسكوا لان احنا هندوق يا جماعه بصراحه الطبق ده هيتضايق، فايه فانا بغسكوا بقى كده علشان تقوموا تعملوه. يلا اهو مكونات كلها حلوه اهو وجميله، وكده هو الطبق جاهز خلاص ان انا ايه احطه اهو، بس ايه شويه بقى خضره في الاخر علشان تبقى فريش وتدي الطعم الحلو قوي بتاعها. وايه تعالوا بقى نحط يلا
كده تمام. ايه اهو ايه نزل كده الحمص، وتعالوا بقى انزل خليط الزبادي اللي احنا عملناه. كده عشان ايه كده جميلة حلوة. ونحط بقى هنا على الوش كده شوية من الحمص، ونحط شوية من الأخضر اللي بيدي اللون الحلو جدا ايه للأكل اهو كده. طبق فتة محترم حلو جدا 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 اهو، فتة الشاورما بالحمص حلوة جدا. تعالوا بقى نطلع فاصل مع بعض نجيب الوصفة التانية ونرجع مع بعضين. ورجعنا لكم بالوصفة التانية معانا، وهي سلطة البنجر. هنعملها بصوص لذيذ جدا، والبنجر ليه فوائد طبعا كتيرة جدا، فعايزاكم تاكلوه، وهنعمله بطريقة تكون حلوة جدا والناس ايه تقول عليها طعمها حلو. تعالوا بقى نشوف الأول المقادير مع بعض. عندنا خس، عندنا بنجر جاهز ومتقطع ترنشات، عندنا بصل متقطع زي ما احنا شايفين شرايح، عندنا زيت، خل، العنب، عندنا ليمون، وعندنا المايونيز. أول حاجة هعملها إن أنا هخلط الصوص على بعض علشان أهو، والمايونيز برضو ممكن نجيب الباكيتات اهو، وممكن تستغنوا عنه اهو وتحطوا مكانه. نعمل الزبادي وتحطوا عليه كده برضو شويه من الثوم، او ممكن يتعمل اهو هنا كده الليمون، يتعمل المايونيز في البيت. وبرضو ايه هعمله لكم انا مره عشان تشوفوه ونجربه مع بعض كده، وبعدين ايه نظبط بقى بملح وفلفل اهو. خل العنب هيديله طعم حلو وجديد. يلا نظبط ملح كده وفلفل علشان طعمه يبقى حلو اهو. ودايما حاولوا تعملوا الصوص بتاع السلطات او التتبيله الاول في بوله وبعدين يتحط عليه علشان يتخلط كويس جدا ويبقى كله على بعض يبقى حلو. وبرده لما تيجوا تحطوا الصوص اللي انتوا عاملينه اتاكدوا ان انتوا هتحطوه قبل ما تطلعوا السلطة على طول، علشان كده بقى علشان ما يخليش السلطة تطرى وتحسوا ان هي دبلنة. خس جميل اهو، وبعدين نجيب بقى معلقة تانية حلوة كده او ايه شوكة ننزل بيها، ونحط البنجر بتاعنا. في ناس عاشقة للبنجر، اللي ما بيحبش البنجر ان شاء الله هيحبه بايه بالاسلوب ده، لان معمولة بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم جدا 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 اهو. بنجر من الحاجات الحلوة، فيها فيتامينز كتير جدا، فيتامينات دي مهمة للجسم اهو. كله ايه ناكله كده بطرق مختلفة يقوم ما يضايقناش كده. نحط البصل، ممكن نحط معاه ذرة، اللي مش حابب بصل برضو ممكن يحط معاه حاجات ايه يعني مختلفة، مش لازم نفس الحاجة، ممكن ذرة، ممكن نحط معاه فلفل ملون كده ايه. نيجي بقى كده نضرب الصوص كويس اهو، ونبدا ننزل عليه الصوص
ايوه اهو. ونحط بقى الصوص ده في بوله صغيره معاه علشان ايه ندوقه. حابين نزود نزود، حابين نقدمه كده نقدمه اهو. يلا عملنا بقى مع بعض ايه طبقين حلوين جدا، طبقين كاملين. عملنا مع بعض اول حاجه كانت فتت الشاورما، شاورمة الفراخ بالحمص، وعملنا مع بعض سلطة البنجر بطريقة لذيذة جدا بصوص حلو وسهل وسريع. أتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين وعجبوكم، اعملوهم وقولولي طلعوا عاملين ازاي، ولو عندكم أي وصفات جديدة اعملوها وابعتولي على صفحتنا على الفيسبوك صفحة عمايل إيديا، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا.